عالية. اوعك تعمل هيك عملي مرة تانية سامع؟ اوعى تطلع من البيت من دون ما تخبرني سامع؟ حسابك بعدين اختفى. ما سمعتي شو عم بقلك؟ روحي على بيتك خلصيني. بس هيدا بيتي. تفضلت وقلت شكلك ما سمعتيني منيح. عم بقلك انه من اليوم وبالطالع هيدا بيتي. عليا ست عليا عليا اسعاف اسعاف ست عليا اسعاف اسعاف ليش هيك عملتي فينا؟ أنا لحقت قلبي. ما بدي مستشفى عليا رحاب. ما بدي مستشفى. ما بدي مستشفى. ما بدي مستشفى. ما بدي مستشفى. شو يا عليا؟ لا 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 ما بدي يشافونا. هذا شغلنا. نعم شو فيك؟ شو انجلطت هي؟ دموزيل لا 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 ما بدي. خلينا نعمل شغلنا. دموزيل بليز بليز روقي شوي. خليكي لو سمحتي. بعدون لا لا ما بصير هيك. بعدون هول الدرع بعدون. لا لا بعدون هول الدرع بعدون. هيدي مرتي. لا هيدي مرتي. لا مش وردك مرتي. لا مش وردك. هم بتضحك عليك. امشي فيا على البيت. رحاب رحاب انت بتعرفي انت عم تفهمي انت عم تفهمي رحاب رحاب لازم يروحوا مع بعض. رحاب عم تسمعيني؟ رحاب خليكيني دعنا هون يا ست عليا. تعالوا تعالوا. شو عم يصير هون؟ لمين سيارة الإسعاف؟ افتحوا الباب. فين؟ بس افتحوا الباب. افتحوا الباب. بدي احكي مع خيي. أنا بدي احكي مع خيي. بدي احكي معك كلمة بس بليز. بدي دكتورة فرح ياسر مكتوبة على الخطة معملية. ليه عم تطلع هيك؟ الظاهر جاني مثل اخوها. وين هفي؟ عليا انت منيحة؟ فاي جبر رح تيجي معنا على المخفر. بس انتوا اخذتوا افادتها لعليا هون. رح ناخذ افادتها عنا. حدا يفسر لي بس ليه عم تتعاملوا معها هيك؟ اختي شاهده مانا متهمه. حق عليكي انت. انت شو قلتي لهم؟
رح سود لها عيشتها ضو نهار ما عاد تحلم تشوفه. لك انت ليه عم تعملي هيك؟ شو قلتي له اذا اخذوا اختي معهم؟ شو قلتي له تفسري لي؟ سكيورتي سكيورتي مو لهالدرجة علي عيب. شو عم تخوفينا يعني؟ هدي حبيبتي روح. تعالوا اشحطونا يلا. خلص ما في داعي، نحن طالعين لحالنا. يلا ورد يلا رفيف خلينا نروح لعند في. شو في؟ شو عم بيصير؟ تعال امشي امشي. شو في؟ صدقني ما بعرف. شو عم يصير؟ الدرك اجوا اخذوها لفهي. كيف يعني؟ وليش ما اخذوا افادتها هون؟ لانها متهمه بالشاهده. شو هالمسخره هي؟ الاستاذ استعمل فرد بي الخاص وقت قوس على خيي. فسر لي حدا يفسر لي كيف حصل على هيدا الفرد بالزيت قوس. شو بيعرفني؟ بس اكيد في ما لها علاقه. هذا اكيد. لا والله. وليه ما تكون هي اللي عطيته الفرد؟ تفضل اقعدوا. جهة الادعاء تفضل عم نسمع. فيك تخبرينا ليش تزوجتي من السيد باسل؟ انا وباسل كتير رفقة من زمان، هو صديق طفولتي يعني. أنا وياه منحب بعض من كتير زمان، هيدا منه شي جديد أبداً. لكن ليش دخلتي قوس على البيت؟ هو كان بده يقتله؟ لا مش هيك صار. هل أنتوا اثنين متفقين على الشيء؟ لا لا مش هيك صار، مش هيك صار. هيداك النهار كان عيونها لفيق الأنين كأنها ناطرة حدا. ولما دق الباب ما تفاجأت أبداً. أنا عادة بفتح الباب بس هي ركضت وفتحته وهي فوتت حبيبها القديم على البيت. كذابة كذابة. فهي تجوزت هي وخيي بالسر وهي طبعا بتعرف إنه طلع له ثروة كتير كبيرة بعد ما البابا راح الله يرحمه. يعني إذا بيصير له أي شيء لا سمح الله بعيد الشر هي بيطلع لها كل شيء. لهيدا السبب هي تجوزته. من بعدها قوس فات علينا على البيت، سحب علينا سلاح كأنه كانوا متفقين سوا، يعني كانوا مخططين لهيدا الشيء سوا، من تخبية السلاح للكسر وكل التفاصيل الباقية. طيب فيني أعرف شو صار لما دخل المتهم قوس نصر لجوا؟ رجع سحب السلاح على خيي. وبعدين انا ما بتذكر، كنت مصدومه. بس اللي بعرفه انه هي تجوزته كرمال المصاري ورجعت خططت لكل شيء هي وحبيبها القديم قوس. مش مزبوط. عم بتكذب كذابه، عم بتكذب، كلهم عم بيكذبوا. مش مزبوط هالحكي.